مع السلامة. أنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وليدي كنت كنخيط الخياطة، ما بقيتش نشوف عندي قال السن تا هو رانا تبارك الله 52 عام، ما لا برودكسيون يعني مابقاش كتخرج. عييت قلت غندير الماكلة، أنا عندي مع الطياب قلت غندير الماكلة، كنشوف الناس يبيعوا، قلت أنا ولو على 50 درهم في النهار الحمد لله. الساعه ملي طيبت الماكله زوينه هي نقيه، وانما الناس ما تتبغيش تتخاف، كيبان لهم هذا الشيء الكروسه مسخه كت... يعني بحال غتجبد لهم ملي تحل الكوكوط كيهربوا، كيقول لك لا 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 ويهربوا، واخا انا مرخصه واخا بنينه واخا نقيه، والله شاهد عليا الماكله نقيه ملي تنصلي الفجر وانا تنوض نطيب، هي اللي سياكلوا منها ولادي، هي اللي سناكل منها انا، وانما الناس ما تيبغيوش يعافوا. اي واحد تيجي عندي تيقول لي وخالتي ديري شي طويبله نقيه، ديري شي هذه نقيه، انا ما عنديش امكانيات باش ندير شي طابله. مشيت سولت عند مول الالومنيوم قال لي خالتي نصايب لك طبله، عطيني 60 صايب لك طبله، فين تخشي البوطه فين تسخني، حنا دابا الماكله سخونه شويه غتبرد ما بقى يدور بها حتى واحد، يعني انا ونكون عافه يعني كتبرد ما عنديش كي ندير، غنقول المول القهوه سخن ليا ما غاديش يبغي، كنضطر كنمشي بحالي. هادشي اللي كاين وليدي، كنتمنى من الله عز وجل اولا ومن المحسنين اللي في استطاعته لا قدر يصيب ليا شي كريريصه. انا اصلا من هادشي كله انا كان باغا نجمع لشي عمره ولا حجه، انا العمر ما انا ما بقى ماشي مازال بقى بغى نلبس وبقى بغى ندور وبقى الحمد لله والشكر لله. انا كنتمنى من الله عز وجل شي محسن اللي يدير لي شي كريريصه بحال هكا نبيع فيها ماكلتي نقيه، تكون عي صغيره ما بغيتهاش كبيره، عي صغيره فين دار البوطه وداك الشيء يكون نقي باش الناس يتقبلوا هاد الماكله، لان ولو انا دايرها نقيه والله شاهد عليا، ولكن راه اللي شافها ما تيبغيهاش. بحال مثلا قرعه الماكاس هذا كتاب ديال ولدي كنقطعو ندير فيه من الخبز كيبداو يضحكوا، كوكوطات نضن هذا الكفاف هذا الخنشات، ما كاين اللي كنقول ليها عن نبدا نعطي في الخبز ولا شي حاجه كيعطيني درهم يقول لي صافي صافي خليها عندك، وكنحشم نقول ليه وليدي انا ما تنطلبش هكا فلوس كبغيت كنبيع لك، يقول لي لا 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 لا, لا صافي صافي. انا مره تندير التقليه، مره تندير الحمص بلحم الراس، مره تندير الحوت كواري، مره تندير اللحم ببطاطا والزيتون، وكندير داك الشيء نقي وزوين اللي كانوا من عندي تيعجبوا الحال، ولكن تيطلع يطرح عليا الفكره يقول لي يا خالتي راه هاد الشيء تسناسل وهاد الوسخ راه غيعافون الناس، كنقول لهم متفقه معاك وليدي ولكن راه ما كرهتش، يعني ما يمكنش ليا غنصيب كروسه ب60، راه ما يمكنش راه ما نقدرش عليها، انا ما نقدرش عليها. انا كنت انا بغيت كريريصه الا درت غناكل شوي ونخزن شوي، باغا عمره امنيتي يا ربي تطول ليا في العمر، بغيت شي عمره هذه اللي كنطلب من الله عز وجل شي حجه لجميع امتي محمد، لا يحرم شي مسلم من هادشي. يعني ماشي انا باغا اللبس ولا باغا، انا عندي سكوينتي الحمد لله خلاوها ليا الوالدين الحمد لله والشكر لله. واخا مهمتي انني نبدا بهاد الكريريصه الصغيره اللي هي كما كنشوفوا كاين البنات الصغار جاب الله وكتب شي كريريصه كبيره. هاد الشيء اللي قلت غنبدا بهذه، انا بديت دابا راه شي اسبوع، ولكن انا كنبيع وكنحشم
اللي دازت عليا تغمض عينيها بحال اللي انا دايره، بحال انا كنبيع شي حاجه ما كتكاش. انا البارح ضليت النهار كله جبت 20 خبزه بعت اربعه بالطليب، الاكثر ياك اللي يعطيني درهم يقول لي صافي صافي. انا كنحشم من هذيك الدرهم، والله حتى كنعطيها انا ديك الدرهم، كندوز عليه شي واحد حتى انا كنعطيها ليه، لان انا ما باغاش شي حاجه ديال السعايه ولا شي حاجه ديال الحرام. انا الحمد لله كبرت في الحلال ونطلب من الله عز وجل طلع العمر اللي باقي ليا ندوزو تاو في الحلال. ما باغا نطلب، ما باغا نقول لكم عطوني ما ناكل، ما حتى واحد ما يموت في الجوع في هذا المغرب. الحمد لله عندي جوج وليدات، عندي ولد عنده 16 عام وبنيه عندها 11 عام تيقراو الحمد لله، وما كنبغيش نجيبهم هنا وما كيبغيوش وما وكيحشموا. انا اصلا ولدي حشماني يقول لي وا يشوفوك صحابي كون رجعتي على الخياط خياطتك، كنقول يا وليدي انا ما بقيتش قدرت، انا ما بقيتش النهار كله وانا باركه على كرسي، ملي كنوض ما نقدش نوقف. وثانيا متلاوش يبغيو العيالات الكبار، كيدخلوا الدريات الصغار. بالنسبه للمشاهدين قناه شوف تي في اللي كيطلبوا دابا الهاتف ديال السيده، ان شاء الله مع نهايه الحوار ديالها راه غادي نحط لكم الرقم ديالها، وهي براسها راه غادي تعطي الرقم ديالها غير نكملوا. ومرحبا بك هاني لالا، دابا انت هي محتاجه كريسه. وليدي محتاجه كريريصه تكون مثلا فيها شي متر ونص طول وشي متر عرض، وتكون قد هاك يعني بحال البوطاجي فين ندير بوطه نخشيها نخبيها ما تبانش، في شي المجوره فين كتخشى الماكله، شي مجير فين ندير الصرف، حيت شفتها عند الناس دايرينها وبخير نقيين. انا دابا مع نكشات يعني ما عندها فرانات ما وكتبان موسخه، هادشي الناس بحال اللي كيعافوني بحال اللي المشكل ديالك انا لا هي ان الماكله ديالك مزيانه نقيه الكوكور نقيه، ولكن المشكل عندك هي الكروسه. وليدي في الكروسه هي المشكلة، اما الحمد لله اي حاجه الانسان راه الحمد لله الله عز وجل خلقنا باش نتعاونوا ونصبروا. عين انا كنقول مادام لا كان شي انسانه في استطاعتها تعاونني الله يجعل ربي يعاونها من عنده، هي لا عاونتني راه الله عز وجل اللي سخرها ليا، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي تيسخر الحاجه. انا وليدي انا صدفه دابا تلاقيت معاك هاك تشوفني هنا تلاقيت معاك، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي غيسخر ليا شي انسانه ولا شي انسان اللي يعاونني. انا باغا نخدم على هاد الوليدات بالحلال، وكنتمنى من الله عز وجل شي عمره ولا شي حجه يا ربي يا كريم اليوم الجمعه. انت قلتي لي بان عندك دويرتك ما محتاجاش الدار وشحال، لكن محتاجه القوت ديالك اليوم. هادشي اللي كاين وليدي، انا عندي بريط ما خلا ليا والديا الحمد لله والشكر لله، الدار حنا كنتسرو فيها اللهم لك الحمد. انا ما نقولش راني ما فرشاش ولا ما داكشي ديال الله وقانعه به، غير بغيت هاد الوليدات باش انا باش ياكلوا باقين صغار يعني باش يلبسوا كتوبه شي حاجه تخصهم، يعني ما كاينش من غير انا وهما من بعد الله عز وجل، يعني ما كاينش اللي كيعاونني من بعد الخالق سبحانه وتعالى. الشباب والغالب كيشكوا الناس بغاو الرقم ديالك، يعني شنو انا عطيه لهم على الراس والعين، لان انا ماشي كندير شي حاجه خايبه، انا تانا راه كنعاون الناس ملي يكون عندي كنعاون الله عز وجل مطالع. انا ما كنكبر في الناس حتى شي حاجه، انا من طبعي كنتصاحب مع الناس اللي قل مني، الناس اللي قل مني، واي واحد كيشوفني دابا يعرفني وعارفني انا اش كنسوى. الحمد لله الشكر، انا كنقلب على السلم. نعم وليدي حافظه. الرقم ديالي هو 06 54 13 68 13، 06 54 13 06 54 13 68 13. يساعدوها في اي حولات، يعني في امكانيات بسيطه انها دير واحد الطابله صغيره، لكن الزبناء ما تقبلوش هذه الطريقه هذه، مع العلم ان المعده ديالها
يعني كطيب في الدار كطيب في ظروف نقيه. كما كنقولوا دائما ان الله لا يضيع اجر المحسنين. نترككم الى مباشر اخر وشكرا.